الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحين كسوشر موضوع كساب صنا إمامك مركو الصلاة كتشر وقراءة الجهر قاو آخرين أيوه، وصلاة السر الله آخرية قراءة وقراءة السر وآخرين أيوه، مأمومين تو قراءة ما آخرين أيان مسمى آخرين أيان مسألة سنة ومسألة علماء سوء خلافين ومذاهب تكوك للدوان تهي صين هرم ويرى تلماني مركا الشيخ كتاب كقرين وحا ومري يسوي اجتهاد كيسا إن عن مأمومين تو تتك إمامك صلاة دي سكحراني صلاة الجهرية دي قراءة صلى الله آخرين أيوه مركو إمامك قراءة آخرين أيوه إن عن مركا وحبائنا آخرين مأمومين تو وحتى فاتحة أي كرد عيسو ماذا يبتقار كتبان قبا وماذا يبتقى مالكية اللي يلاهده أي قبطة لكن وحن تلماني سيد الصحيح إن يتهي إنه مأمومك مركز طبع آخرين أيو إساقو قراءة صلاة سرية هالنقطة أم الجهرية هالنقطة سيد سيد إن يتهي سيد الصحيح حديثك عبادة بن الصامت إن صام الرأي لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هدا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها حديث كاس صحيح هنا مسألة ذو كعدي هي شيخ الباني نوا قرئن كعدي هي هي شيخ كتجي والله النسخي حديث كبير والله قلنا نسخينا أي مبضني وي ضعيفين ين زيادة ضمبو وحيلين ومدرجو وأنا الشيغني أي مضى سيدا كتكتي أو وينو قار كم إذا أي نتلمان قليها ورنا أي سلاد الجهرية ذا مأمومين توحب آخرين ما أيان إقراء ذا إمامكم بيد جيسان أيان وحيالا يدري شدا وحكم إذا حديث كإنو إيمان أيان أنا آخرينه وجعل الإنصات وحكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم آمسك لودك رارعنا أيو إلا دقيسنا أيو إنصاتك وآمس دك رارعنا أيو هل سوي لودك رارعنا أيو لقراءة الإمام إمامك آخرين تيسا لودك رارعنا أيا من تمام الإتمام به إن كم تهي حرشد إمامك لغو حرنا يا لغو ضينا يا لما يستيران كيدا إنا يكمي تهايبو نبي كي علي صلى الله عليه وسلم فقال وحو للنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وحكلم ما هي وحا إمامك إمام لغو دي إن لغو ضيدو أودد با إمام لغو دي فإذا كبر مركو تكبيرتو إمامكو الله أكبر يلاهدو فكبروا تكبيرتو الله أكبر لها وإذا قرأ مركو أخرينا فأنصتوا ذكرى رعية أدقيست حديث كان وحسوري مسلم بصحيحة كسوري أبو داود يا أبو عواني أنا وسوري هيا شاعي مدي حديث كقار كدبة وحي إعلاليين زيادة أهو إذا قرأ فأنصتوا ويرواد قاركود زيادة ما يسورين أنت كلي سوري ساس أود أئمة حديث قديم كهيد بعض كم ذا أي علين شري زيادة وإذا قرأ فأنصتوا مسلمنا صحيح سايكوس أروري هيا شواش يا مركو كوس أروري رواد عن زيادة سورين مركا بعض علماء كم إذا بوحي لهذان مسلم لفتيس مركا أصورنا أيو إنه صحيحنا أيو أقمت شيدو أينو عدي أيو مخالفة كسوغان الرواد بدن كودا صدان لغو خلافي أيو ساروري ودعوة بعض الشكتين المهم بعض أهل العلم ويعليين أي ماذا حديثك إن بدنو كم إذا واصحيحية هدي بمرك الله وصعد الصلاة صحيح انت ولا يلا ذم مسلم صحيح وخصو ورييبا ينوقف في لنصحه
سيحدا مركا الله صحيحنا أيو مركا لفتي هذا وحا ورك إيمان أيا دلالة دا حديثكم مسألة دا كتب السنايو ساساوذ الحافظ ابن حجر العسقلاني وحاوله واستدل من أسقطها عنه في الجهرية كالمالكية بحديث وإذا قرأ فأنصت وحاو دليل شذي عد كردي أخرين تفاتحة الله أخرين أيو روحا مأموم كأكردي صلاة الجهرية دا أقود هذا سيدا مالكية دو كالوياني وحي دليل شذي حديثك وإذا قرأ فأنصت حديثك سيد دليل شذي وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري وأنا حديث صحيح أبو يلي ابن حجر مسلم بان الصو صاري أو حك الصو صار وكسو وريي حديث أبي موسى الأشعري سوى كمذا طب الحافظ ابن حجر وحيوي ولا دلالة فيه لإمكان الجمع بين الأمرين فينصت فيما عدا الفاتحة أو ينصت إذا قرأ الإمام ويقرأ إذا سكت وحي لوح مركا دلالي أغمصقنا أو سيدا أي كتغين مالكية دي يقليها اللمت كاهي وصلاة الجهري قائنا نم أمومك وحبا آخرين أن قراءة إمام كدقي السنة أيو وح دليل أرنكا أغمتشرا حديثك وحان أغتشرين وحا الصورة قال إلا الشمعيو لبدا أرن أو إذا قرأ فأنصتوا لقو حنبارو إن لوغا تشيدو وحي فاتحة كالصو هردي أيو آمو سيئان وحبا أخرين لكن فاتحة وآخرين أيا سنو كل مية حديث كان إيو أحاديث تكالي الشيء فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب سن لبدا حديث لو كلميو لو جمعيو سدا سال لغو توجيهين كرا لغو حنباري كرا إن لا يرادو وخا لغا امسيا وخي فاتحه كسو هدي او ماموم كو فاتحه مويانا وخ كلا اخرين ما يسلاده الجهريه ده لكن فاتحه ده يدو اخرين يا حديث كعباده يا حديث طلمت كاكوت سنيسا او ينصت اذا قرأ الامام ويقرأ اذا سكت أما وحكى له الصورة قال إن لغو تشمعيو إن ليلهدو إمامكو مركو وحاخريانا وآموسيا مركو آموسيا هينا سكتات كإمامكو آموسيا هاي بفاتحة الروح كالقارسين يا آخرين يا تاسنا وحكى لنا ليسا إمامكو مركو آخرية فاتحة إنو أكاديو إلا أنت مأمومين كآخرين أيام فاتحة وفاتحة مركة آخريان أو إسرادة فاتحة وهي آخريان مركة الدبدد بلا بصورة كلاين آخريان وأنا سيدة بعض الشافعية أي كتغان وأي إلهدان وأين إمامك آموسا سكتات كإمامك آموسي هاي يعان قرادي صبحا إنا واختق عين كاسا وأين مأمومك فاتحة آخريان سيدو حديث كان أقو عمل فلا مركة وحسود لشذي حافظ ابن حجر العسقلاني حديث كعبادة بن الصامت وأين الصوم الرئي وحديث كهرين الشيقنا باب كأوه الرئي كاسو سود دريشة دي مسألة دانو دريشة وحاوكو الشيق يا فتح البارقة مجلد كاللباد لواب قل إي صدح يا سيديت صفحة ضأة كل طبعات كواكل الدوينيهين لكن طبعات أنا هيو الرقم كاسو كدعا مركا المهم حديث كهوات دريشة دي نقليها أورانا إياه صلاة الجهرية ذا أيان ومأمومك وحبا آخرين مركا قراءة ذا وإمامك لا جهرية وحي كلو الدليل الشديد آيات نواة الدليل الشديد وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا آيات نواة الدليل الشديد وحي إلهدين وحي آياتنا كتبسنا إسائن لآمسوا لدقي استو قراءة إمامك ولبا وحي إلهدين آيات وحي كسو الدكتي صلاة أيه كسودكت مركا دقيتان كآيات الصلاة كسودكت وصابت صدع صعهيد وحي تلمام إيسا إن فاتحة دينا أن لآخرين إن الله قام مصيول لدقيسان يقرأ هذا إمامك ساسي أدري شدي
جوابتيد وحي تهي اوغو هرين ادلة شرعيقة هذه تعارض لهم ليو إن اسكهر من ايسو وحي واجب إن لتشمعيو الله كل ميو شمعيق الله كل من ايانا واكهر ريا إن لسكن نصخي إن لك الأرجح مد والبواكهر ريا جمعيق مقدمة والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا نسخ حق اللوك عمايو انت جمع السورة قليها ويا نسخه وخلاف الأصل أصل نوحا وأدلة الشرعية ذاهي إن المنسوخة هاي مبعو أصلا أمد ولبا محكم تهي علماء وحي لذا الأصل في الأدلة الشرعية الإحكام وحو أصل أدلة الشرعية محكم نمو وحانو الدليل إن محكم نمو أصل تهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أدل الذي أما آياتك محكمة متشابهة مد والبين إليهم بو إلهي نوشيغي وحانو نوشيغي أم الكتاب كأما أصل ككتابك يا غالب كيسيني محكمه تكلا شمعي قال لبدأ الدليل لشمعيه اللهم لا يؤين التعارضيان وعمل السين دليل الذي لو وضع عمل السين أيوه لقو عمل فلايو ووحي علماء ذو الهدان شمعه هو إعمال للدليلين قاعدتنا وحي تهي إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهما لبدأ الدليل لبضب إن لو وضع عمل السين ولبضب اللي قرده إن لقو عمل فلايو وحي كهبونتو كه الرئيسا إن متكود لعمل سيو مدنا عمل كالغا تورو أو لغو عمل فليوايو مركا لبدا الدليل لبدا إن لوضع عمل سيا كهبون إن مدنا لعمل سيو مدنا عمل كالغا تورو أو لغو عمل فليوايو نسخي أي ترجيح مد ولبنا وحكين سنة يا لبدا الدليل إن مد لغو عمل فليوايو إي أماك الناسخة أماك الراجحة لغو عمل فروكا كالغا لغا تغو يكا لبدا لغو وضع عمل فليو أو وجه مقبول اللي يسوق كنا يلاقو كل منا يو وحي كفي عن تهاي إن مدون لقو عمل فرقة كلام لقتقه سلاس أودي آيات أي حديث كلفتي سام مد نبا ما كان سنا يو ومن لازم سنا يو إن المأموم كفاتح آخرين وحنا أول لازم سنين وحك الصورة قال جمعي أو إلا يلا هذا قراءة وحي فاتح كصوره لو كأمصيا لكن فاتحة يضع وآخرين يوايا الدليل خاصة فاتحة الله هيا دليل خاص كنا وحديث كعبادة لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب والدليل خاصة خاص يا عام هذا إسعاردان قاعدة الشرعية دي وحي الشيقي سائم خاص يا عام كالاسكو خاصيصو جماهير أهل علم نساسي مري وخاص يا عام مركة إسعاردان عام كخاص كالنصخي أما خاص كعام كنسخي ممران إخاص كأي عام كاسي ولا إسكو خصيصا أما إسلام مرها سوء أروران أما خاص كها هر ريو عام كها الدم بيو أما عام كها هر ريو خاص كها الدم بيو مر ليبا خاص يا عام مسألة ده أوكو جار كي هاي وحكو سيحوك بضان يعني مركا دليل كخاص كا دليل كخاص كنا وحو الشيقيا مر ليبا فاتحين الآخرين أيضا وليبا مركا وحكو السابسين يا هاي صلاة جهرية وهي صلاة صبح بكسو أروري صلاة صبح أي حديث كسو أروري صلاة الصبح نوية جهرية صلاة الصبح بأن النبي وكيل صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب هيا لنا مويانا متكرين وآخرية فاتحة كتابك لكن فاتحة آخرية معنه دعية الاستثناء بعد النفي إثبات لا تفعلون والنهي نهي يقول الشبه النفي وي والنفي قوى شبهه استثناء يقول بعد النفي إثبات بو النقضة ومعنى سوح النقضة يا فاتحة يضع أخرية أي النقضة يا دبنا ولا سيب تعليلي تعليل كلا الراعي وحياي فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وأيو فاتحة روحان أخرية الصلاة ماله بخارينا الصحيح سوحا وكسو وريي حديث كعبادة قدر كيسا ضنبه انت كلا صحيحكم السو وريني جزك قار كأه جزء القراءة اللي يلاهدو
أيك سوري حافظ ابن حجر العسقلاني وحورنا يا وحظاهرة إنه حديث كان البخاري سورنا يا مختصر كي هي حديث كي عبادة إنه حديث كي عبادة مختصر كي هي ساسو ظاهر كي هي بورنا آية دا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا واجرت الروايات إن لقوا وريي إنه الصلاة دا كسو دكتي لكن صلاة دا يكسو دكتي كما صاف سنين فاتحة دا أخرين تلا أخرين أيو إن لقى آمسو مسألة دا سيقارة وهم أيمن بل الروايات بدن علماء قرن قويين وحي شيغيان إن أي آية دكو سو دكتي صلاة دا واجي هوري إلا هاد اللي تشري إيه صلاة دا قده دا هاد الكوب بنانا واجي هوري وحب بنانا روح يساقو صلاة دا كو تشرا إنو هاد الله واو بنانا أولي لا ور صلاة إمسا هاداي أما إمي سالتو كدي أو قد شوابو لكن واجي هوري سياسي أهان جرتي والا نصحك مركا أحاديث قار وحكو سو أرورتي إنه يصابت عين كاسا كو سو دكتي أولا تلماما يو آموسا أو صلاة دا هكو حضرنا وحسا كاسي حبادا أو صحيح كو سو أرورتي آيات دا كو سو دكتي حضل كسلاة دا قده دا لغو حضلو نسخات دا لنسخة يو حكم كاس آيات دا كو سو دكتي إنه تي آيات البقرة وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وكالصحابي قولها markii aayadaasi soo dagtay waqoomu lillahi qanitin waxaan nala faray inaannu aamusno waxaan nalaga reebay inaannu hadallo oo salaada gudaheeda ku hadallo ayaa nalo diido nalaga reebay rawahu muslim fi sahihi riwaayadka kale sheegaya aayadan ayatul a'raf lafteeduna inay ku soo dagtay salaada hadalkii lagu hadli jiray نسخات الله نسخها يين يكون صدق روايات بدنو كل الدوام بكون صارورتك روايات كعين كاسنا علماء قاركود وحي إلى هذه طرق متعددة إلى ينبضن أطرق ذا سوى اسمه وينيس على هذا هدي الله جو حمبارو إن هذا الكا ضدك الله هذا لا يو إن لجو ريبا يي سيد أسمرك هدي وحوي إلى يلا هذا سيد سيكون صدق تي تسبب نزول ككم الصاف سنين إن القرآن لآخرين الروح مأموم كي سلاد الجهرية ذا القرآن آخرين فرضا وتقديرا رواية صحيحة ما بقى رقبه الشيء جيسا إن قراءة لآخرين أيو أو صحيحة أو الشيء جيسا قراءة إمام كدب دين لآخرين أيو إن يكسو الدكتور ريبيس لقى الريب أيو وح رواية صحيحة ساكسو أرورتي مارك حضي بسر دعضه وحين نقول إيسا غاية ما في الأمر إنه عام طيب الله تلماما أيو مأموم مركاتين صلاة الجهرية دا إمام كدبدي سوحبها آخرين لكن هو عام مركا لفتيس عام كنا وحو أقبل تخصيص دليل كان أي نهينا كخاصا عام كأي خاص كصدى اللي سوى فتشين أيانا وحو نقول إيا إن لقى الصور ريبو لها فاتح هذا حديث كان بالله ري عموم كسيدي كلها اللو دايو مركا مر ليدا سلاسان آيات دانا حج وغصقنين مسألة داس كما جعل الاستماع له نبي صلى الله عليه وسلم وحكي يلي آموس كاللو آموس يلو دقرار عنا يقرا ذا إمامك إن أي كم تهي حرشة ذا إمامك لقو حرانا يلقو ضيانا يدما يستران كذا كما جعل سدو غي يلي الاستماع له دقيسك لا دقيسنا أيو إمامك مغنيا مدروحة كديق أيوك كافينا يعني القراءة أخرنتا وراءه روح أخرنا أيو إمامك الدبديس فقال وحيوش من كان له إمام ككستو وصونا ذي إمام فقراءة الإمام إمامك قراءة ديسا له قراءة نسك قراءه حديث كان وحا سوري ابن أبي شيبة يا دار قدري ابن ماجه يا الضحاوي يا أحمد يا سوري شيخ الباني وحول وحيك السوري من طرق كثيرة مسندة ومرسلة طريق يفر بضنو مرسل يا مسند مدول باله وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفروع لابن عبد الهادي شيخ الإسلام ابن تيمية حديث كوا قوي وصحح بعض طرقه البوصيري طرق ذا حديث كليه هي قار كودنا وحا صحيحيي
بوصير الشيخ اللي يلاهده بوصير وعالم محدثة وعلماء المحدثين تكمل ما ها بوصيره مديحة أهاية قبياغة أها معها إبردها إيهم زيادة إيه لهاية علماء وحيالها غير كود أخطاوا أوين أيكو يعني مركا طعنين شرين أيكو نقدين شرين معها إيه بوصير محدثة وعلماء المحدثين تكمل زوائد ابن ماجه أيو مركا كتاب كليه لا يراده مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه شيخ الباني نوحه إلى حديث كان وعن ست تفصيل وقها الله طرق ديسة أصلك أو مركا تخريجك صفة صلاتك يا إرواء الغليل كالبضبا مركا وحاو الدور تيسقى شيخ الباني لفتيس هنا حديث كونه قوي يا يسوين لكن علماء بدن كودوا ويضعي فيها الحديث كان إمام البخاري وحاوي حديث كان مركو شيقاي هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه أمير المؤمنين في الحديث وإمام البخاري وحول حديث كان وحديث أن كالسقنين علماء أكتودة رأيي سوكلي مشيقين أهل العلم قولنا أيو كحكاية وضا إنا إسلاقبان أهل العلم قاسوا يعني رهير حجازي رهير عراقي غير كود بلا يعني علماء حجاز شوكتي علماء عراق شوكتي علماء بلدنا كرات شوكتي وحيوق بين حديث كان إنه هي حديث ضعيفة لإرساله وانقطاعه بخاري بأورانية مرسل نمدي سأو مرسل كي هي منقطع نمدي سأو منقطع هي ولا بد وضعيف كيان كاسي وورك بخاري حافظ ابن حجر وحاوكسون نقلية يسون إجماع حفاظ أي سوى فخصيه إنه حديث كان ضعيف يعني وحاوي لحافظ ابن حجر العسقلاني مركو حديث كان شيقا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ضعيف عند جميع الحفاظ حديث كان هو ضعيف حفاظ لما انتود أكتود ضعيف كيهاي وقد استوعب طرقه وعلله الدار قطني وغيره وحان الطريق يدي سيا ساندي سيا علو ينكي سبو ذكوبي عالم كي مركا لورنشري الدار قطني وشيخ العلل يو غيره علماء كربا فتح الباري والسلا كشيغا يا مجلد كلابات لبب قل يسدح يا سديتا مسلا كشيغا ساسا ودد علماء المحدثين تبدن كود وضعيفين أو وحي لأن حديث كان ثابت معها وأنا حديث معلولة حضوبة الصح لها فردا وتقديرا وحمر كان وركتش وقال الدلالة ديسة والدلالة هان محوكو توصينا يا هدي دعي لها إذن وأصحه وركو مر كان تاسو كتشوغا وهي حديث كوحو الشيقة يا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة جهريا مشيق هذا في الجهرية واجتهاد كمركا الباني يعني مركا أم وقضي ما دام أدي لك كلو الشيخيسا صلاة السرية دا إن قراءة الله آخرية قراءة إمامك أين قراءة النقونا إن أوهيو وحي النقطة إنو تنكرك حنباره مركو حديثك أقبي إنو مركا يا حديث سوغان صلاة جارية دا إنو حنباره لكن روايات كحديثك كما سؤرورين وجارية علماء قارنا وحي كدل يشدين إن المأمومك مر نبا آخرين فاتحة دا صلاة السرية النقطة أم الجارية النقطة سيدة حنفية وكلاء حافظ ابن حجر وحيد واستدل من أسقطها على المأموم مطلقا كالحنفية وحاو الدليل شدي حديث كم بو الدليل شدي بو لمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حديث كاسو شدي عدة فاتحة كرد دي مأموم كأو يلي مرنبا روحا مأموم كأه إمام صلاة دي كحرن فاتحا ما آخرين يا صلاة سريها النقطة ما جاريها النقطة سيدة حنفية ذوكرة حديث كان يدري شدين بول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حنفية ذو عموم بيكو حنبارين أو وحي لهدين وعلى العموم أمر نبا فاتحا ما آخرين أيو وهي فقراءة الإمام قراءة ومصدر الإضافية ومعرفة الإضافية قاعدتنا وحي الشيخ سادي مصدر معرفة الله إضافية عموم بفايدينيه
عموم كيبي كحم بارين مخصصات كنا ميجين ولا ما كنا واحد كحم بارتي أو الباني كم دي هاي سلادة جهرية ده أي كحم بارين أو واحد يلا سرية ذو إن أنا قراءة إمامك قراءة النقرة إنن أدل لك لك الرابطي أدل لك لك الرابطي ولا ماذا شافعي يا حنابل يا أهل الحديث انت باله علماء بدن أهل الحديث له أو كنت جاي فاتح هذا مر اللي بالروح من آخرنا يا بخاري كم دي هاي حديث كان مصو جاي أنا وضعيفنا يا المركورة لكن هذوب السجن هذا فردا وتقديرا منهجي أونلاين عموم كأوشي جاي وحيقنا كوحن باريا قراءة الضم بفاتح هذا كذا بيسا سلاد الجهرية ذا قراءة الضم بفاتح هذا كذا بيسا كوحن باريا ويا وحيلي سلاد السرية ذا أدلة كريبتي سلاد الجهرية ذا أنا إنه فاتح آخرنا يو هذوب الصحو لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب مع الله عربي. المهم حديث كان ضعيف ومسقنا هذوب الصح لهانا سداسا حجة وغسقنين قولوا ذا يريد سرية إيا الجهرية بقراءة مأموم كوكرد عيسى إيا كوا يريد مركة الجهرية ذا قراءة مأموم كوكرد عيسى مد النبى سداسا دليل وغشر حديث لا يريد هذا أدل هذا موضوع عن كسو أرورطي وفاتحة مأمومكم آخرين يا مسمى آخرين أيو أدلة كلا الدوان باسدا موقتا سوار أرطي أدلة ذا كلا الدوان سوار أرطينا وحي قاركودنا الشيقيان يعني وحبا آخرين أيان لقى فهم الكرا قاركودنا وحي الشيقيان إنو فاتح آخرين أيو ما داما يسيدا استهاي مين يسور توبي كرين اللي لا ذا فاتحة دي تدك مأمومين تا وقت يذا قاربي كدع ذا ومركو مسبوق يهي وكلا وي كدع ذا حديث بين الاذا وإنو شيقي دونا إن شاء الله مركا تخصيص أي فاتحة دي قلي وحق مأمومك كقلي حق الرديس لغا الردايو تذكى قار كودين لغا الرداي بعد عضي سيدة مسبوق وكالكي صلاة دي لغا لهور مري أيضا مركا للركوع يسو قاري هل كي ساسو كقحران أيا وانا للركوع أيا فاتحة يساقان آخر ينبو رقع عدد كسان أيا مركا تخصيص ليس لقران أيا وليس لأقلي أي ما دام أقلي سوين مركا لغا هور مريا حق كلمة جوابته دو وحي تهي تقديم كأرنك كصاب صانية ترجيحة إساقوا بعده ترجيحة يوحى اللوكعة مركة جمع السورة قلي وايو بعد ذلك أنا النسخ السورة قلي وايو تاريخ دي لوايو لبدا ومركة لغا سوقو استو با ترجيح اللوكعة انتبه وحى مقدم كوهو كوضه الرئيسة جمع باكوه الرئيس شمعي نوا السورة قل أدل لذا نوا كلا خاصة تهي عامية خاص بيلاده هاي ولا يسكو خصيصية ترجيح وحلا يلادنا حاجة الله مقضى مسألة على كل حال علماء ذا أدبا يقاها اللان مصنفات يقاري إلى النوات شران وجزء القراءة لإمام البخاري ومصنف يقاري إلى أي مكة لو بضان وكتبك قرأي مركا وات شران قراءة ذا إمام كدبدي صلى آخرين أيوه يحكم كذا يا حديث ذا إنه كورو ريانو كاها اللان عدو باهاني وحي راجع كرتا علمده وحيالي كقرين إساق الروح إنصاف سمين إياه وحي كتاهايون حق دون أو سيدا وحوية صوابكو يعني مركا وأدلة إيغو أو إنصاف يعدالتكو إيغو علمده إيه جوابه إذا يسيه يسوكو جوابه إياه يسيه مسيبه إذا وقدوه إذا إياه سيدا وقو قوة بضن دانا مركا وراعه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه مؤمن أنت وحلق أمانة إن أراه ذلك يسنى يانو كأقوانا قبضا راعيا مركا مسألة بمسألة ذلك كقوي سنتهي أما قول بقولك كقوي سنتهي هاي وين الروح راعا قولنا وإن نسكول لكين أنا تعصب أنا أرحك لن إنصاف يتجرد وينك أهتا عالم علماء كم ذا شعيل كجار كأو شعيل يهوى إنه كان صنن إنه وحك استوى ومرك عالم كل هذا إسكا قل تام إسكا راعه أمرك إنصاف مثلا ذا كأجو سيدا مرك أي ولم وقطع إنه يتهاي سيدا صواب كأو قدر وإن شبضن تهاي وإنه الروح راعه
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويا أقواش علماء أدلة اللور رادية مسألك الصلاة خلافنا وحواجبة إن كتابك السنة اللو عليه سيدة أقود وان شاه بدن كتابك السنة إلا راعه أي لازمة. وحاو الشيخ رحمه الله وجوب القراءة في السرية أخرنت إن واجب تهي في السرية سلاة السر قراءة هوصلو أخرنا يوه إن أخرنت فاتحة الله أخريا إن واجب تهي أم أمومك أي كو واجب تهي ذاتك مأمومين تي إمامك كحران أيو هل كان شيخك قهد ليا شيخ حويري. وأما في السرية سلاة السر قده دميا فقد أقرهم وتقريري واسوغ النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة فيها أخرنت يا أخرين أيان فاتحة يا أخرين أيان أسوغ يا أتقريري النبي صلى الله عليه وسلم وأنكو إنكرين. فقال جابر وحول جابر صحابي قال لي هذا كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وحن أهانش الريب يلي أظن الصحابة النهي قار أخرية صلاة الظهر يا صلاة عصر قد هذا إمام كدبدي سانو أخرين شري في الركعتين الأوليين كبدل في الظهر والعصر يو لبدا الركعة دودي هرية ظهر يا عصر كمدا أي أنو أخرين شري إمام كدبدي سا بفاتحة الكتاب قرآن كا فاتحة دي سانو أخرين شري وصورة يا صورة كالآن كل الني بانو لبدا الركعة دودي هرية أخرين شري. وفي الأخريين لبدا الرجع دود الدنبنا وحن آخرين شري بفاتحة الكتاب قرآن كفاتحة حديثا آخرين شري حديث كان وحسوري ابن ماجه بسوري الشيخ الباني وحول السنة كسوة صحيح. وإنما أنكر وحكلب ما هو إنكر يوادي نبي صلى الله عليه وسلم التشويش عليه بها إلا قد تشوشي وقراءة السر اللوغ قادو ولغو تشوشي النبي قد دي صلى الله عليه وسلم. وذلك تاسنا حين صلى الظهر وحي دعضي وحسي الشي مركو النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أوتوشيي بأصحابه أصحابتي سأوتوشيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم قرأ كي نبا أخريي صبح اسم ربك الأعلى سورة دا كي نبا أخريي. فقال رجل وحيرن صحابتي كمدا انا انيق اي اخر يقول رسول الله يوم ولم اريد بها الا الخير وجمنا تشيدن وحان خير اهين وجمنا تشيدن خير بان وجتشيد. فقال وحير النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت ان رجلا خال جنيها وحان قرت ان رجلا ان خال جنيها قراءة ويقدح قراءة ويقدح تيتان قرطي خلجيه وجد بقية نزعيه وشيد الشدوي مركا تشوش كقراءة لغو تشوشيه أيو جيد شكو عابية أما كو إطلاقي الروح إساقه وحقرين أيها هدي قراءة سر اللوغو قادو قراءة كلا أبحدو وحلقا يابا إن قراءة كلا قراءة أخرين أيها أيها قصنطو مركا كأنه قراءة سين لغا تشيدن أيو حديث كان وحسو وريه هوري أنه أخرين هذا قد عرفت أن رجلا خال جنيها مسلم باصحيح كسوري. وفي حديث آخر حديث كلو حكسكنا كانوا وحي أهايان صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم يقرؤون قار أخرية بي أهايان خلف النبي صلى الله عليه وسلم نبي قد بدي بي أخرين شرين فيجهرون بها مركزي قراءة سرء قادي شرين مع مؤمنتي كحرناي أيام مركز سرء قادي شري نبي قد بدي سيقو قراءة آخرين. فقال وحي للنبي صلى الله عليه وسلم خلطتم علي القرآن وإيقا خلط دين قرآنك وإيقا خلط دين. حديث كان وحسوري بخاري بها جزء القراءة كسوري إمام أحمد مسند كسوري الشيخ الباني وحي لسند كسوى حسن. وقال وحي للنبي صلى الله عليه وسلم إن المصلية كتكنيا يناجي وحو لفقيا ربه ربي جيب لفقيا أمن لك هوديا كل بصير أدو تقان فلينظر
ها ايغو روحو بما يناجيه به بما اي بالذي كي يناجيه به كرفق يا الهي كاس ها ايغو ما هو موصول هذا استفهام يا هان لهي عرف كلمه تاغين بما يناجيه بالا ورن لها سيده قاعده صحيح وهي ماذا استفهام يدا هذه حرف قاله وحا لغه العرب لغو يقانا شذوذا مويانه سكر الف كلمه تاغي كرو الف كو الا تورا عما يتساءلون عما لما ورن الى وماذا استفهام يدا حرف قلي فناظره بما يرجع المرسلون بما لما القران كساسي وصارت فلا في اللغه العرب ضروره الشعر موياني ما استفهاميو حرف قري الف كلمه دايه ولا ترى ساس اودت ضروره الشعر بين كتم باليري يدو الف كلمه دايه كقول حسان على ما يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في الرمادي تاسنا ضروره الشعر ويان بيلدين مركا ماذو على كل حال وموصوله فلينظر ها ايغو بما أي بالذي كي يناجيه وكل فقايو يعني به يعني كو إلهي كل فقايا هاي أي يناجي الله به يناجيه ضمير كما محل النصبية اللي كتشرا وحون نقنا يا إلهي به ضمير كما جرور كتشرا أنا وعايد كي ماذا أنقني ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولا يجهر يانو لجهر نصرع قادم بعضكم بركين على بك كلا بالقرآن قرآن كيان الصرع وقادم إيه وصحه وقال لك حديث كان واحد سوري مالك با سوري موطعة بخاري با كسوري في خلق أفعال العباد إمام أحمد أيام مسند كسوري النسائي أيام السنة الكبرى كسوري شيخ الباني وحوي السنة كسوى صحيح وحوي الشيخ الألباني فائدة أي هذه فائدة وقد ذهب إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية وحكوت جاي أخرين إلا الشرعيي إمام كدبدي إلا أخرين أيو في السرية صلاة السر جاءه قراءة السر جاء أيتها يوصل أخرين أيو قراءة إمام كوصل أخرين أيو دون الجهرية صلاة إمام كو قراءة سروا أخرين أيو كدوا أو يدا مركا أن الأخرين أنه مشروع عين أيها ينسدوا رأي وشيخ كتغي وحسدها كتغي بولي الإمام الشافعي في القديم إمام الشافعي وكتغي مذهب كيسي قديم كأها جديد كما خلاف صن ومحمد محمد بن حسن الشيباني باكوتغي تلميذ ابي حنيفه في روايه عنه روايه صاحب ابي حنيفه محمد بن حسن الشيباني لقى صور روايه لقى صور سيده صي مركا يدنا شيغيسا اختارها روايه سو دورتي الشيخ علي القاري شيخ حنفي علي القاري ليرادان الروايه دورتي وحكم وقتها تلميذ أبي حنيفة ومحمد بن حسن الشيبان وقدس الروايات كلا الدول مسألة ذي نكلي وبعض مشايخ المذهب مشايخ المذهب حنفي بعض كم إذا نساسي كتغل وهو قول الإمام الزهري وأصيل إمام الزهري وكتغي ومالك المالك وكتغي وابن المبارك وكتغي وأحمد بن حنبل وكتغي وجماعة من المحدثين وكتغي وغيرهم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أي مضى الدنباء الشيخ الشيخ سرية إلا آخرنا يوي قبان قاركود لكن جهرية وإن لقبان هذا إنا يقبان أما الروايات كلا دوان بيلي المهم صلاة سرية إنا نقراء إمام كتغين وقيت كوان صلاة جهرية إنا فاتحة آخرين تيدا إنا نكتغين ما ممكن إنا نكتغين يدنا واسدة راجحة إن شاء الله هذا هو حين برارو تشينينا روح مسبوقة الصلاة دي اللي قاله هرمري وأن سوغارين وقت فاتحة آخرين كره إذا فاتحة ما كدع عيسى ورقعة ما ترسنا إياه مثل ما ترسنا أيوه مسألة عين كاسة خلافا بدنين باكسوغا جماهير أهل العلم وحيكوتها جين سلفا وخلفا جماهير تا علماء وحيكوتها جين سلف يا خلف با وأي أفرت مذهبود كم يديهين أفرت مذهبود أي كم يديهين إن مسبوق فاتحة ذات كدع عيسى وقت آخرين كرامر هدا نسو قارين رقعة دنا إنه ترسنا أيوه طائفة بدنين علماء كم يدنا وحيكوتها جين فقعد ما ترسنا يوم رهدان فاتحة آخرين ولو هبل قال هرم مرة صلاة على ماذا سيدا كنت اكتنى وحكم إذا الإمام البخاري وحكم إذا الشوكاني صاحب نيل الأوطار في كتابه نيل الأوطار وحكم إذا علماء كنت اكتنى عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ومن علماء الشافعية على ماذا معاصرين تنا كم إذا ذهبي العصر إن علماء قاركو مقعاب شريف وحنوا لي رسالة وكقري قراءة إمام كدبدي الآخرين أو مسألة النقاش يوكاضيه ما
أنا رسالة مطبوعة شو كان لكن لو رأي بمسألة قصوى مري رأيك ورأي نكشيقني ورأيك ناي الأوطار كيالا رأيك لو سيخ خلاف سنبولي هاي وفتح الرباني قال قصوى نقلي وشو كان إليه هاي صاحب عون المعبودنا شرح السنن كأبي داود وقصوى رأي هذا الكشو كاني أو قتل ماما يرقع دائن لترسنة يفاتحاتنا كرعيس مركا هذا شرته ما حسوسني هذا واه رأي قدن بيسي إنه رأي قدن بي هاي إنك لهذا ما كان حسوسته سيدو هذا وعبيرين مراجعين لكن سيدو مركا حسوسته يقصوا قنا إذا واحد يتهي إنه صاحب عون المعبود كسر النقلي شوكاني إنه رأي كالمسألة ذكره هاي عون المعبود كان خسره وحنا أم علينا يا إنه رأيك كلا وكان نقضي رأيك مرنو النقضي تاسي واظني سيدو أنت وها نقضي مسألة ذا واحد راجح سن وقوي سن سيدو الجماهير تقتقين الروحة صلاة الله قاله رمري ووقت الفاتحة أخري أنسو قارين الركوع كجح داي أما مركو حداي للركوعي أذا نمر كاسدة أول الركوعي ركوع دين الإمام كفو قاري شرط وحاء مسألة ذا سوائل لقبر ركسنا ذا مرك الروح وصلاة الإمام كلحرنا أي الركوع ذا شرط وحاء إمام ك الركوع سن وقارو إمام ك الركوع سن هدانو قارين ويستوان مران ويصاب مركو سير ركوعي إمام كنا وتوسيي وأن الركوع ذا كوها ليلين وكو قارين رقع عدا ما ترسنعي شرط وحاء إن الركوع ذا كو قارو إمام كو تشلبها هايستوى إنو غطقا هدين يتاسدعين رقع عدا ما ترسنعي قولة واحدة رأي الشاهد الله الشيء قال لما تابعين لك الصور نقليو إن يلادين هدي أنو إمام كي كو قارين لكن مأمومين تيو ركوع سنو كو قارو واترسنعي لكن رأيها سوى الشاهد علماء ما اعتباريا دليل لما لك ويا الروح الصلاة ديزو مأمومين تكم حدنا إمام كي كحرنتا إنما جعل الإمام ليتم به ما دام يسيد الصهاي رأي قاسي رأي عبر لما جماهير علماء الساس إن الشرط طيب قبان ولي بقى ركود وحيسي شرطين أيان مركو إمام كركوع ذا كجار وقدر وكحصلنا وين إمام كسير ركوع سنا ذا بعد بقى ولي بطانا سير شرطين أيان وحين علماء ذي بلادين هذو الروح كشك يسيل هذا وارتلو إمام كما كجار ذا ركوع ذي مسكما تجارين الأصل عدم الإدراك هذا إسكو قبته أصله ورطله ما كوك قاردين ركوعي مسيكما تقارين وحا أصلا إنا نتكوك قارين وهي خلاف الأصل وهي إنا تكوك قاردين عدم بأصل كوها مرها دو سيدا سيهاي رقع عدا ما ترسميه خلاصة دو وحيتان جماهير تعلمات دو وحي قبان إنا هدي وحوية الروح مسبوق يهاي والصلاة دي لقال هرب مري وقدروا فاتحة أخرى أنو سو قارين وإمامك الركوع دا كوك قاري إنو رقع عدا ترسميه فاتحة دو مكاد عيسو وحانا الدليل إن فاتحاته كرد عيسو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الغسوري حديث كاسوح الشقية عبد الله بن مغفل إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم وحو يقول إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا فاركعوا أو قائما فقوموا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم مع تحية هذا السوق أدان إمام كحال سجود سيهي أما حال ركوع سيهي لا سجود ولا ركوع أما إساقوا تاغن حالوا تاغن يأسوا قادان يعني إستاقا ولا تعتدوا بالسجود سجودها ترسننا إذا لم تدركوا الركعة هذا إذا ركوع ذا سجارين سجودها ترسننا أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في مسائل أحمد وإسحاق شيخ الباني وحول إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين سند كحديث هو صحيح أعنقوا كان سلسلة حديث صحيحة مجلد كصديحات رقم كحديثك وكن يبقل يسديد يسديته رواية كلو حديث القصة ورياني واجران رواية السنة كنوا صحيح بولي سنة كلو بها القصة ورياني واجري لكن نين مبهما كتري لكن رواية وحي عضي السين ننكي مبهم كأنه صحابيه عبد الله بن مغفر إنه مركا هو سنة صحيحة بولي إرواء الغليل كان الشيخ وحكو عدي روايات كلا أو يسرق وين أيوه وأن كان هاين أو الشيخ أيه ركوع ده هدي للسوق قارو إن لا ترسنا أيوه لكن هذا ركوع ده للسوق قارين إن لا ترسنا يرجع ده مركز سيدا الجماهير تقول تجمع بصحا وأنا سيدا حديث كاسنا كسارورة وكان يقول وحاء النبي صلى الله عليه وسلم مدي هذا من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة كوك الصو أغريا حرفا حرف من كتاب الله كتابك إلهي كم ده فله به حسنة وحاو قصونا ذي حرف كآخرين تو آخرية حسنة قصوناتي والحسنة بعشر أمثالها
halka xasanana waxay ku sugan tahay 10 iyada lamid ah oo 10 goor baa loo laban laabaya la aqulu alif lam mim harfun ma oranayo nabigu sallallahu alayhi wasallam alif lam mim wa harf oranayo ولكن ألف حرف هي شيء ألف هو حرف ولام حرف لام كنا وحرف وميم حرف ميم كنا وحرف عديث كنا وحسور يا ترمذي يا حاكم سنة كسنا صحيح أي شيخ الباني يقول أنا قعد يبو لسلسلة حديث صحيحة المهم حديث كنا وحو الشيخ يا فضل أولي هي أخرنت القرآن كالأخرية وحرف كالصو قرآن كم إلى آخر انت الآخر يوين حسنة الوهل يو طبعا حسنة الوهل يو حسنة دي طبعا قرر الله من الله بيو طبعا أتشرب الوهل يو هذا بها لك حرف كوكوس أفسن حروف تالا مضاعفين يلا الله من الله بيا وحي تدبذن المودان إنا يتهي يعني مركا حرف كالصو الله قرر واقو باسمي مركا اللي يلاهده إنو صدح مركا وحوي أتشرو كالدوان كويلا يو أو صدن وكويلا يو oo baadho hoos dhigan iyo siinka reeban iyo miimka hoos dhigan mid walba ajar gaar ah in lagu siinayo waa taa ay dhacday baadhul mashayikh inay yiraahdaan yaani marka uu quraanka ruux akhriyo aw dhameeyo yaani xuruufti quraanka oo dhan xaraf xaraf inay u tiriyaan sida bismi oo kale ay yiraahdaan saddex bay ka koobantay quraanka min awwal ila akhir intay isu geeyaan ay yiraahdaan intaas oo milyan oo xasanaad buu qofku ku helayaa marka kaliya uu quraanka dhameeyo laakin tahqiiqu wuxuu yahay siday marka waxa weeye ahlu cilmiga muhaqiqiinta qaarkood ay cadeeyeen in xuruuftan 10 xasano mid walba lagu helayaa inuu yahay yacni asmaul xuruuf waxay culimadu yiraahdaan oo bismi xaraf laga soo qaadayo allahina xaraf laga soo qaadayo arraxmaanina xaraf laga soo qaadayo الرحيم من حرف لقصو قاضي أو حي كعبران علماء أسماء الحروف يعني كلمة كستائن حرف تاي كلمة سي فعل هاتو أما اسم هاتو يعني وحوية أما حرف هاتو عن أوكل هاتو نغتو حرف واتاي وهو كلمة قالة معناها عين كاستائن مركع علماء محققين تا بعض قوضة عديين أين يلاهدين معناها حديث كاللغة شدواكاس وحانا عدينا إياه إسلا حديث كلفتي سيخص غنتاي لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف مركا هو تعداد كقرآن كثيرين أيو بسم دون أي يعني بعد هوس ديغان إن أي مركا ديغان وسين كريبان ميت كديغان وميم كمركا هوس ديغان مركا أي عدنا حرف كلا كديغان ألف أكتو ذا صد حرف بيكتاي أو أ وامد لي وامد لبات يعني وحوي فن ومثل صدحات مركا صدح حرف باقياس تودا ايكو سعطا الف لام ميم سقال حرف بيكرد غيان حديث كنو حكرد غيان صدح حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ساساودد شيخ الاسلام ابن تيمية معناها النوع سادي ادبو عدي وحانو تلمامي معناها اللوغات شيدا اينا يتاي اسماء الحروف يعني لقد تلمامين حرف كستو شقلا إن مركا وحوي أجر قار إن لقوه لي أن تال لقوذين حديث كمركا وحوي يعني سيدة وشيقة أيانا ومركا عضينا يا وحديث كمركا يسوحا فصيري سيدة حديث كو فصيري بقى لقو فصيري مركا كلمة كستو حرف قار لقا سوق هذا سيدة حديث كمركا وقو تلمامي إن حرف قار مركا كلمة كستو أي مركا تهي aya saa looga soo qaaday ana badan oo kale oo sidaas u tilmaamay ibn taymiya u tilmaamayna waa jiraan sheikh albani na kitabkiisa kan u asal ka ah waa masalada waa ku baxsinay waa kaga hadlaya ahlu cilmiga qaar kodna waa ka soo naqlinaya inay masalada sidaas ay u dhigeen ay u taqriiriyeen ay ku nuxnuxsadeen inay marka cayn ka tahay waa u tilmaamay marka xuruufta waxa loo jeedaa asmaul xuruuf ka ayaa laga tilmaamaya سينو مركا إنقب خلاصة هانا إنو مركا تلماني هل كاسا إنو قد شغي والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك